مدينة الأقصر الكبير، هذه المدينة العزيزة اللي في إطار زيارة تفقدية لإعطاء الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع المهم. كلية متعددة التخصصات اللي غادي تمنح الإقليم وتعزز الإقليم واحد المؤسسة إضافية. عندنا اليوم كلية متعددة التخصصات في العرائش اللي الحمد لله عندها واحد التاريخ وعندها واحد العمل كبير، كونات واحد العدد ديال الطلبة والأساتذة لهم واحد الخبرة في واحد عدد الميادين. واليوم احنا نطور النموذج اللي بغيناه للقصر الكبير من نواه جامعيه اللي كنا فتحناها باش نستجبوا الساكنه ديال المدينه الى كليه قائمه بذاتها. هذه كليه متعدده التخصصات اللي غتعطينا واحد الامكانيه لمنح واحد العرض جامعي متنوع وكبير، لان بنفس الوقت هي كليه استقطاب المفتوح وايضا يمكننا ندير واحد العدد ديال المسالك الاستقطاب المحدود. اليوم اللي العرض اللي كاين هو عرض في العلوم القانونيه، علما ان الشباب ديال القصر الكبير كانوا عندهم طلب في هذا المسلك، ولكن غادي يكون واحد العدد ديال المسالك في الاقتصاد، في العلوم الانسانيه والاجتماعيه، وايضا انجازات مهنيه في الجانب الفلاحي، لان الحمد لله المنطقه تزخر بمؤهلات فلاحيه كثيره، وايضا الصناعه الفلاحيه والسياحه. كل هذا سيتم في اطار تدرجي، لان اليوم حنا نعطي الانطلاقه للشطر الاول بكلفه 30 مليون درهم، ولكن هذاك الشطر الاول بغينا ايضا واحد الشطر الثاني اللي غيكون فيه واحد المباني ديال المختبرات، لان اليوم الاساتذه بغيناهم يسكنوا في القصر الكبير، بغينا يطوروا البحث العلمي ويكون واحد الاثر ديال هذا البحث العلمي على مستوى التعليم العالي وجوده التكوين بالنسبه للشباب ديال القصر الكبير. اكيد ان هذه الكليه ديال القصر الكبير غادي تصادف واحد العدد ديال الشباب ايضا من اقاليم مجاوره، لان اليوم عندنا سوق الاربع، عندنا العرباوة، عندنا وزان، عندنا الشاون، اللي يمكن لهم يجيو لهذه الكليه ويستافدوا من هذا التطور اللي حنايا بصدده. كانت عندنا ايضا مناسبه هذا الصباح لزياره مدرسه بن خلدون، هذه المدرسة اللي عندها واحد المكانة تاريخية في المدينة، وكان لابد باش نمنحوا سكان القصر الكبير هذا الامتياز ونأهلوا هذه المؤسسة باش نرجعوا لها المجد ديالها في على مستوى المدينة. هذه المؤسسة اللي كونت واحد العدد ديال النخب الوطنية، واليوم بغينا نرجعوا لها هذه العبرة وهذا الأوج ديالها. كنت السنة المصارية ما كانت عندي زيارة لهذه المؤسسة، وكنا بغينا نحتفظوا على هذا المبنى الرئيسي اللي تقريبا تم التشييد ديالو في 1924، واليوم الحمد لله انتم شفتوا هذاك المبنى الجمالية ديالو والفضاء ديالو محفز للنجاح والتأطير ديالو، وأردنا أن يكون واحد الفضاء ديال التميز في قلب المدينة. سيد الوزير، بعد هذا المشروع الواعد، ما هو مصير الكلية متعددة التخصصات أو النواة اللي في القصر الكبير؟ هذه نواة غادي تكون أيضا الأنشطة اللي غادي يكون فيها غتكون موازية لهذه الكلية، لأن غادي يكون واحد المركز ديال الندوات غنصنفوا فيه واحد العدد ديال الندوات، وغادي يكون واحد التنشيط ثقافي وأكاديمي، وأيضا غادي يمكننا نفتحوا لكن عندنا شوية ديال الضيق هنايا، يمكننا نفتحوا مسالك أخرى اللي كاين فيها الطلب، اللي هذه المسالك متواجدة إما في طنجة ولا في تطوان، واللي كاين طلب من طرف الشباب ديال القصر الكبير يمكن نفتحهم. على سبيل المثال واحد العدد ديال الطلب كاين بالنسبه للمسالك ديال الشريعه اصول الدين، يمكننا يكون واحد المسلك ولا مسلكين باش نستجبوا لهذا التعليم العتيق. اليوم الحمد لله كاين واحد تسعود مؤسسات في القصر الكبير، وخصنا لابد نعطيو الامل والمناسبه والفرصه لهاد الشباب باش يلتحقوا هذه المؤسسه في المدينه ديالنا. شكرا لكم. مرحبا.